تم حسمهم بالفعل في بطولة دوري الأبطال، وهي رسالة أكتر منها معلومة أو خبر الحقيقة، وملهاش علاقة بالأسماء. يعني أرجو أنه الكلام بتاعي ما يتخدش على محمل مش منطقي أو مش موضوعي. إحنا المجموعة الأولى عندنا اتحسمت خلاص النهاردة، تعادل بيراميدز مع نواذيبه في القاهرة هنا بنتيجة 2-2، فبالتالي كده الصدارة لمامالدي سان داونز نمرة 2 في مامالدي سان داونز 13 نقطة، نمرة 2 مازيمبي الكونغولي برصيد 10 نقاط، نمرة 3 نواذيبو الموريتاني برصيد 5 نقاط، وبعد التعادل بيراميدز النهاردة على أرضه وصل رصيده الخمس نقاط لكنه تزيل المجموعة. بيراميدز اللي كان مرشح للمنافسة على اللقب، واللي في السنوات الأخيرة بالمناسبة كان إلى حد ما بينافس في الكونفدرالية، خرج متزيل لمجموعته في دوري الأبطال. المجموعة بتاعتنا إحنا عندنا الأهلي في الصدارة برصيد 12 نقطة، يانج أفريكانز في المركز الثاني 8 نقاط، شباب لوزداد في المركز الثالث 8 نقاط، اللي حسم المركزين دول كان المواجهات المباشرة، ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط. وهنا أنا ليا رسالة، ليا رسالة لأصحاب الهيئات كانوا أو أفراد اللي بيفكروا في يوم من الأيام إن هم يستثمروا في كرة القدم. والرسالة دي أيضا موجهة للقائمين على تنظيم شؤون أمورنا الكروية. أنا ما أعرفش ممكن يبقى مين، هل ممكن تبقى القصة عند وزارة الشباب والرياضة، ولا تبقى عند اللجنة الأولمبية، ولا تبقى عند اتحاد الكورة، ولا تبقى عند رابطة الأندية، ما أعرفش، ولا مع الجهات دي كلها مجتمعة. في كرة القدم كل شيء قابل للبيع، لو معاك فلوس تقدر تشتري كل حاجة، تقدر تشتري نادي، تقدر تشتري لعيبة، تقدر تشتري أجهزة فنية، تقدر تشتري ملعب تلعب عليه، تقدر تشتري لجان إلكترونية، تقدر تشتري جمهور افتراضي. الشيء الوحيد اللي مش ممكن تشتريه فلوس هو حالة الشغف، حالة الشغف اللي موجودة عند الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي مش بيستنى مقابل بل بالعكس بيدفع من جيبه، الجمهور اللي بياخد من وقته ومن همه ومن روحه ومن دمه ومن عقله ومن قلبه عشان يقف في ظهر فرقته مهما كان موقفها ومهما كان إمكانياتها. شغف الجمهور غير قابل للبيع، مش ممكن أبدا تشتري جمهور، وبدون جمهور صدقني صعب جدا 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 إنه التجربة تنجح أو إن البطولة تيجي. النقطة دي أتمنى أنها تتحط في الاعتبار، كلام مقصودش بيه حد على الإطلاق، أقسم بالله. يعني إحنا عندنا تجارب استثمارية كتيرة جدا في الدوري المصري، أتمنى أنها تنجح. شفنا نقلات نوعية بتحصل في دوريات كتير جدا بسبب دخول الاستثمار فيها، شفنا أندية بتعمل طفرات على كل المستويات، مش بس على المستويات المحلية، على المستويات القارية كمان بعد دخول الناحية الاستثمارية. لكن صدقني أبدا مش ممكن التجربة تكون ناجحة بدون وجود ظهير جماهيري. عشان كده احنا دايما بنقول هنا انه جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الاهلي هو صانع التاريخ وصانع الامجاد وصانع البطولات. الاعتراف ده مش بيتقال هنا على شاشة الاهلي، الاعتراف ده بيتقال من قمم تولوا المسؤولية، من اساطير لبسوا تيشرت النادي الاهلي، من إدارات مختلفة تعاقبت على تولي إدارة النادي الأهلي، كلهم اعترفوا بأنه جمهور النادي الأهلي هو اللاعب دايما رقم واحد. إذا ما نجحت التجربة مع نادي واحد جماهيري، ثق تماما أن مستوى الكرة في مصر، أنه مستوى بطولة الدوري هيكون في نقلة كلنا متفقين على إحنا بنحلم نشوفها في يوم من الأيام. بعد الفاصل نستقبل نجم الكبير ضفنا كابتن ماهر همام، ضيف علينا في السادسة، ونفتح معاه كل المحاور والموضوعات.